وكملوا ديك 3 دقائق. دافعت المغرب على راسها، كملت ديك 3 دقائق وصفر لاربيت، كمل الماتش بالربوح ديال المغرب ب2-1. شي حاجة اللي رائعة جدا والله يدومها. اوكي نجيو هنا، قال لك سيدي توضيحان، الجمهور المغربي لم يجتاح الأرضية الملعب بسبب هدف التعادل، ها بسبب اش؟ قال لك لم نفعل ذلك حتى بعد انهزامنا امام فرنسا وجنوب افريقيا، زعما في كاس العالم وكاس افريقيا. قال لك اللاعب الارجنتيني ميدينا، قال لك بعد تسجيل هدف التعادل الملغي، قال لك شو اش دار؟ استفز الجمهور المغربي بحركه غير اخلاقيه مما اجج غضب الجمهور الذي تاثر بهدف التعادل. شتي هذا هو اللي استفزه، هذا استفز الجمهور، شتي هي واحد الحركه دار هذا الاضمون الشعر الاحمر، هي اللي استفزت الجمهور حتى ولا الجمهور هبط للتيران وتحبس الماتش، ولكن هما اللي جابوها في راسهم. قال لك اذا كانت لجنه الانضباط تسعى لتوقف الجمهور المغربي، توقف بعد هذا، توقف هذا الحمار هذا اللي دار هذا الشيء، حيت ما هذا الشيء ما حلاش، باش نعرفوا اش كاين ونزيدوا نكملوا. قال لك سيدي الجمهور كان له دور كبير في الفوز على الارجنتين لانه احدث امرا جعل المباراه تتوقف، ديك الهبطات الجمهور صدق الجمهور الماتش توقف. قال لك وانتقلت لمرحله مهمه بعد التوقف، وهي ان الفار اخذ وقته للنظر في الهدف، لو ان الحكم قال لك انهى اللقاء لكان الامر منتهيا، جمهور فرض وضعا مهما ساهم في اظهار الحق. وانظروا هاد الطويره صغيره نتاع الجمهور، فينا هي؟ ها هي نتاع الجمهور رهبط. سامحوني هذا الفيديو في غير موقع، هذا الفيديو نتاع الشيبي دابا نهضر عليه في الاخر، هذا ابار ما عنده حتى علاقه في هنايا، خليونا مع المغرب ودابا نرجعوا للشيبي على خاطر خاطرنا. ايه اللي بيعمله المنتخب المغربي الاولمبي ده؟ ايه اللي بيعمله المنتخب المغربي في العالم؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على المتعه، يا نهار ابيض على الاداء، يا نهار ابيض على الروعه. انا فخور والله، انا فخور بالتيشيرت ده، والله انا فخور بالمغرب، والله انا فخور بالتيشيرت المغربي. الله عليكم يا مغرب، الله على الاداء، الله على اللعب، الله على الروعه، الله على المتعه. مسكوا الارجنتين، غسلوا الارجنتين، دول مش همهم حد. قلت بدل المره مليون مره ان المنتخب المغربي لو لعب قدام العالم، لو لعب في اليورو ممكن ياخد اليورو. النهارده المنتخب المغربي بيمسك الارجنتين، بيعمل قدامه كل حاجه في الكوره، لعب واداء وتيكا تاكا. شفت الهدف الاول؟ شفت الهدف الاول بتاع سفيان رحيمي؟ شفت الجمله؟ شفت الكعب؟ شفت المهاره؟ شفت التالق؟ شفت الابداع؟ قسما بالله اول ما الهدف جه انا ما قدرت، قمت جاري على الشاشة وفضلت هيط زي المجنون، زي المجنون بهيط زي المجنون، مش مصدق، مش مصدق اللعب والأداء. أمام مين؟ أمام الأرجنتين. دول مش بيلعبوا جنوب أفريقيا، ولا بيلعبوا الجزائر، ولا بيلعبوا تونس، دول بيلعبوا الأرجنتين. عارف يعني إيه الأرجنتين؟ محدش يقول لي فريق الأولمبي. طب ما المغرب فريق الأولمبي، المغرب فريق الأولمبي. المعلق كل شوية يقول، اللي على بين سبورت كل شوية يقول لك المباراة دي بتفكرني بمباريات كأس العالم في قطر 2022. بالفعل بالفعل، انا لسه هتكلم على الجمهور المغربي، لسه هتكلم على الفنيات، وهتكلم على الجمهور المغربي، وهتكلم على التألق والإبداع. انا عايز الفيديو ده مش يوصل للمغرب بس، لا انا عايز الفيديو يوصل لكل العالم. وصلوا الفيديو لكل العالم، عرفوا الجميع ان احنا نمتلك منتخب اسمه المنتخب المغربي الاولمبي. اوكي هذا شويه من المهم، هذه بيان سور وجدت لكم فيديوهات نتاع تعليقات ديال المغاربه وعرب والغرب، خليهم حتى الفيديو اخر على اش وقع في الماتش. نزيدوا صديقنا، الماتش يتعاود على طريقة إيكامبي. الحمد لله، مبروك علينا، ألف مبروك المنتخب الوطني المغربي. دخلوا عاوتاني فيها الكولاسة والقوجعة وداك الغرف المظلمة وداك الشيء المهم اللي بيت تلغى الأرجنتين، والماتش كمل وربح المنتخب الوطني المغربي. هنيئا لنا، ألف 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 مبروك.
هذا هو لاسونسور ايموسيونيل اللي دويت لكم عليه في الفيديو اللي قبل. فرحان غضبان، فرحان كاين اللي فرحان دابا ولا غضبان. بالمناسبه دوك اللي كانوا كيتمنوا اننا نخسروا بستال زيرو، مبروك عليكم، هانتوما خسرتوا ومبروك علينا، الحمد لله. هذا هو منتخب الساجدين والحالمين، والمنتخب اللي هزنا راسنا والمغاربه ديما حاضرين، هنيئا لنا، مبروك وبرافو الاقجع. نكملوا ديوا السورية قلع. عن جد بطل كوبا امريكا، البطولة اللي بيلعبوا فيها كرة قدم 10 دقايق، نص ساعة عم يقتلوا بعضهم ونص ساعة عم يحاربوا الجماهير، وباقي الوقت عم يضربوا الحكم. انزعجوا من كم لاعب مغربي اقتحموا الملعب، ده اقل حاجة عندكم. اقسم بالله انا شفت مشهد بهالبطولة، واحد خلعوا كف لنونيز نساء اصل ابوه من وين. المهم من بعد ما الحكم انحاز كل المباراة للارجنتين، احتسب 6-0 للمغرب، اتغاضى عن بطاقة حمراء للارجنتين، واحتسب 15 دقيقة بدل ضائع وما كان قابل يصفر غير ليسجلوا هدف التعادل. فعلا اجى هدف التعادل باخر دقيقة، بس اللي ما حسبه الحكم انه الجمهور المغربي بالتحديد ما بينمزح معه بهالمواضيع، فاحتاج ونزل على الملعب يسحب الفوز من اخوانيه للحكم. لا من بعد ساعة ونص بمباراة استمرت 4 ساعات بعد الهدف بداعي التسلل، المغرب اليوم بتفوز خاوة، وهذا أكبر دليل إنه إذا كان معك هيك جمهور أنت قادر تحقق المستحيل. عاشتوا الارتسامات نتاعو، الناس كلهم تيهضروا على الجمهور، الجمهور الجمهور المغربي ما شاء الله عليه. شنو إحساسكم ما شفتوا المدرب الأرجنتيني نقص من بلاصتو حيت التعادل؟ واش شفتوا ماسكيرانو في البيت ديال التعادل زعما اللي تلغى؟ فرحان لواحد الدرجة خيالي، الأرجنتين الأرجنتين فرحانة أنها تعادلت مع المغرب. مع المغرب اللي عندها تاريخ رياضة وعندها الليستة ديال الكؤوس تتنقص حيت تعادلت مع المغرب. شرفتونا يا أسود أطلس، والله إلا شرفتونا. وخا تظلمنا كان خصكم توبة تربحوا، وخا حنا عارفين بأنكم تظلمتوا ولعبتوا مزيان، راكم تزاديتوا قباح. شرفتونا شرفتونا شرفتونا، ماشي بحال شي وحدين ما باينينش. يلا انتو قاعد انا باقي العاطي يعطي. وصلت هنا يا سيدي. شتي هاد جوج تصاور هادو اللي الفوق سببهم هما المغرب، الجارية تاع ميسي والجارية تاع رونالدو. لا داعي للصياح، لا داعي للبكاء، احنا طوب وان في اللباس، طوب وان في الماكلة، طوب وان في السبور، فيما مشيتو غتلقاونا. تشكون حنا والتشكون حنا، قال لك انسوليتو انسوليتو لا موسيقى انسوليتو بعدي مني يا المصيبه. المهم تحياتي لكم المغاربه، عرفتي راني كنبغينا بزاف، كنحماق علينا شي حاجه طوب. الله يعطيكم الصحه، لا للبؤات لا الاسود لا الجاليه لا المواطنين الداخل والخارج، الله يعطيكم الصحه، درتوا خدمه نقيه. راه كاينين شي ناس باقيين عام كيتسناو باش يتعاود الماتش، حنا في نص ساعه تعاود الماتش سالينا صافي هبطنا الريدو. تحياتي لك القجع. تكوي كاتب عن مغاربة. واش هذا منتخب أولمبي هذا؟ هذا راه منتخب عالمي هذا، هذا راه منتخب فضائي هذا، هذا راه منتخب دير به الرقية الشرعية هذا، هذا راه منتخب يشدك إلا واكل التوكل اللي بقى يدير لك ضربة تقية التوكل تقية السحور، داكشي اللي عندك في كرشك كتخبوي. تبارك الله، سير هاد الوليدة الله يحجبكم، الله يستركم، الله يعطيكم صحيحتكم. فرجتونا الميطال الاولى ومتعتونا صراحه، متعتونا اداء ونتيجه. قال لك منتخب طانغو، تاش من طانغو؟ حتى حنا طانغو كنا كنرقدوها في اتاي وكناكلوها. اه طانغو كنا ترقدوها في اتاي وكناكلوها، شي اللي كاين اتاي ولا الحليب. البيت 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 خصو يتدرس، البيت ما كاينش في حاله، واقيلا من نهار بدات داكشي. علاش بديت لكم هذا الفيديو بداك البيت؟ البيت غزال، واخا الفيديو ما بينش تيكي تاكا من الاول، بيني واحد ثلاثة تمريرات ولا اربعة، ولكن راه كانوا غزالي ما شاء الله على المغاربة، وما شاء الله قلت لكم على مستقبل المنتخب المغربي، وان شاء الله الدراري اللي غادي يلعبوا كأس العالم 2030 ما شاء الله. الكرة ما عمرش بيت تماركة بهالطريقة هادي، ترى ما يمكنش هاد البيت هذا، اقسم بالله الا بيت خيالي. سيروا الله يحفظكم والله ينصركم والله يعلي مقامكم، نتسناوكم في المرة الثانية. حاجة واحدة اللي خايف مني انا، داك الحكم الله يعطينا موشي فرقعة في ديك الرجل. او تياج بيكو بالحكم، ما ادعي له، لا اله الا الله، الله يستر الله يستر الجميع.
الماتش عاودوه بجوج سوايع وبعدين كانوا يستناو الماتش يتعاود عامين وحنا مدينا باقيين هاد الكوميكا زاد واحد جيتي تيتسناو قال لك الماتش يتعاود عامين امين هو بغيتي تسناو وحنا تعاود الماتش في ساعتين دينا الماتش غادي يتعاود الماتش غادي يتعاود المغرب عاود له بجوج سوايع وكاين هذوك ما بين هذيك جوج سوايع الصفحات اللي كتبوا وحده نخرجوهم جداد وكتبوا الارجنتين تسجل وحكيمي ومنا ومنا وغيروها وغيروها الكثير مساكين اقسم لكم بالله لا يرى الا البارح الا تبهدلوا ولاو كي 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 علاش قال لك ربي شوف نقول لكم واحد الحاجه يا صحافه زيكو ويا لي باج روحوا بعدوا على المغرب راهم شرفاء الناس ديالها ناس طيبين شوفوا البارح دخلوا مشاو عند الحكام ضغطوا على الحكام يا ودي هذاك بول عيان البارح عجبني نقسم لكم بالله اول مره شفت ما كانش واحد داير هاد في عند الحكام زعما الحكام تراك مايق هذا الفيديو هذا نتاع واحد السيد للحياة مشى وقف على الحكم من الجمهور من دوك اللي دخلوا مشى وقف على الحكم بكل احترام وقف عليه قال له تيهضر معاه ما يمكنش ما كاينش واحد دارها مشى عند الحكم قال له فراك غادي بعد 20 دقيقه المهم ما خلاوه ما داروا نستعرف بهم وتحيه كبيره للجماهير المغربيه اللي البارح بينت بانها تبغي المغرب بقلبها يعني ماشي واحد يعني هاك ولا هاك الحب الوطن هذا كتدخل عند الحكم مشى ديرك عند الحكم تقدر ديرها انا ما نقدرش ديرها احنا كاع هذوك الهيشر اللي قالوا نحسبوا راسهم الماتش يتعاود وما داروش هذيك اللقطه اللي دارها هذا بقى يجري مور الحكم واش مريض ولا الارجنتين قال لك بغات الفيفا وكاع ودي الارجنتين راكم غير تخربقوا التنتي وما والله القاسم ماسكيرانو البارح مسكين يبكي ميسي ميسي كمل على يا ودي روحوا كان شي الا كان شي سرحه تسرحوا اخذوكم بالمغرب المغرب قوي عليكم المغرب طلع شوف قوه ناعمه طالعه طياره ما شاء الله عليهم طالعين ما شاء الله عليهم علاش دعاوي ديال الوالدين شرفاء ناس كره ما من الاخر ما يتعداوش بصح تعدى عليهم دارك شو البارح الملعب قلبوه ملعب قلبوه هذو اللي عايشين هنا في هولندا بلجيكا فرنسا كما تنعاودها ديما حنا غزالين مع كل شيء وتنحترموا اللي احترمنا تنحترموا كل شيء واللي احترمنا تنحترموه اكثر واللي ما احترمناش تيلقانا حاضرين من الاخر اللي جاينا ويضرى تيلقانا حاضرين واجدين دونك واخا حنا تنقلبوا ديما على بالتي هي احسن كما وصانا الله ولكن اللي بغى فينا الشر تيلقانا شريرين من الاخر هادو راه ملعب قلبوه تتخانط مريض في راسك تعدى عليهم هادو غير ما يبغيوش يتعدوا ما يبغيوش يديروا المشاكل اقسم لكم بالله ناس طيبين ما شاء الله عليهم هاد القجع البارح الراس ومن شاف هذيك اوكي نساليو لا باقي نشوفوا بعدا السكيتيوي الجمهور ديما تنقول انا كلشي تيهضر على الجمهور ما شاء الله حيت الجمهور المغربي كان عنده دور كبير في الماتش ديال البارح ما شاء الله الجمهور المغربي انا كنعشقو عندنا احسن جمهور في العالم عطاونا واحد الدفعه معنويه كبيره كانوا كيحمسوا اللاعبين اكثر من اللي هما محمسين عطاونا بزاف ديال الاشياء ايجابيه في وسط الملعب وفاش كتدخل كتلقى من الملعب مملوء كله بالاحمر فما يمكن لك الا انك تعطي اكثر هادشي اللي كاين يمكن لك انك تعطي ما يمكنش اللعابه تيدوروا يشوفوا ايوا المهم هذا هو الفيديو واخا تعطلنا فيه شي شويه ولكن هادشي اللي عطى الله نساليو لكم مع هاد اللقيطه هادي خصني ضروري نوريكم الماتشات الجايين كما شفتوا نشوفوا حنايا هاد اللقيطه هي لتحت ديال المغرب جروب بيان سور فيه معنا الارجنتين واوكرانيا والعراق الماتش الثاني مع اوكرانيا حتى هو غادي يكون مع ماشي 4 العشيه يقدر مع 4 العشيه نهار السبت والماتش الثالث بيكون حتى هو مع 4 العشيه مع العراق الاول نهار السبت مع اوكرانيا ونهار الثلاث الجاي مع العراق ان شاء الله نربحوا اوكرانيا في الماتش الثاني ونتهناو بين ندوزو ديريكتومون للكار دو فينال الربع النهائي يعني كاين عندنا ربع نهائي نصف نهائي ونهائي الى من مورا الى ربحنا اوكرانيا ما عندنا السوق في الماتش العراق حيت بيكون عندنا 6 نقاط تايزين تنجريو ولكن علاش لا العلامه الكامله نربحوا بها اهم حاجه ان من مورا فاش ندوزو عندنا ثلاثه الماتشات وناخذوا الذهبيه ديال اولمبيات باريس 2024 ثلاثه الماتشات ربحوهم خدينا الاولمبيه الطريق ما بعيداش بزاف ولكن الماتشات هذه يكونوا صعاب بيان سور وان شاء الله بون شانس لمنتخبنا المغربي وتسناوني في كما العاده جوج فيديوهات في النهار مع تنارا تي في غادي نجلس لك راه غلعاو ثاني شويه هاد اليامات كلها كانوا فيديوهات مغربيين وتسناونا بيان سور من مورا الماتش ديال اوكرانيا ان شاء الله نكونوا فرحانين
وفي كل الاحوال غادي نديروا فيديو، ولكن ان شاء الله نكونوا دايرين فيديو حنا ناشطين وفرحانين. الله يعز المغرب والمغاربه فين ما كانوا، الله ينصر سيدنا وملكنا وخليناكم على خير.